الصمد محتمل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. ولكل يعلم أن المشاركة السياسية للشباب هي الأجيال الصاعدة وتجديد شرايين النظام السياسي والاجتماعي للوطن المساهمة في حركة التنمية المتواصلة. لكن هذه المشاركة السياسية للشباب لا تبدأ من فراغ، وإنما تبدأ من تراكمات التنشئة السياسية للمواطن، ابتداء من مرحلة الطفولة إلى مرحلة الطلائع إلى مرحلة الشباب في أفق مرحلة النضج السياسي. يعني أن التنشئة السياسية هي عملية مستمرة، الشيء الذي نجده غائبا على مجموعة من الأحزاب السياسية في المغرب. وايضا الكل يعلم ان كل يعني صراحه كلما ارتفعت نسبه المشاركه السياسيه للشباب الا وارتفعت نسبه الشرعيه للنظام الحاكمي التالي. لكن الامور التي تساعد في المشاركه السياسيه في نظري هي: اولا، ضروره ضمان المتطلبات الضروريه والاحتياجات الاساسيه للشباب. يعني ما يمكنش واحد المجموعه الشباب ديالنا ما عندوش كثير ما محققش واحد الهنا، واحد الرفاه، واحد المستوى من الرفاهيه باش تقول له غادي تشارك في العمليه السياسيه. ثانيا، ارتفاع مستوى وعي الشباب بابعاد الظروف السياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه التي يمر بها المجتمع ديالو. ثالثا، الشعور بالانتماء لهذا الوطن. يعني اذا ما كانش الشاب يعني مؤمن حقا بانه كينتمي لهذا الوطن هذا، كون على يقين راه غادير له ما غاديش تكون عنده القابليه ديال المشاركه. رابعا، الايمان بجدوى هذه المشاركه. ايضا وصراحه هذه المسائل كلها منقاط على عاتق الاحزاب السياسيه. ايضا ايمان القياده السياسيه واقتناعها باهميه مشاركه الشباب في صنع وتنفيذ السياسات العامه واتاحه الفرصه لدعم هذه المشاركه. مساله اخرى وهي مساله مهمه ومهمه جدا، هي وجود القدوه الصالحه في كل موقع من مواقع العمل الحزبي والسياسي على مستوى القيادات الحزبيه. يعني العمل الحزبي والسياسي أمل.